تالت خطوة المفروض أعملها دلوقتي، أنا دلوقتي عملت ستارت للهدوب سيرفيسز، تاني خطوة رفعت الداتا بتاعت الجار فايل هشتغل عليها، رفعتها على اتش دي اف اس. تالت خطوة بقى ابتدي اعمل ران للجار فايل بتاعي. الجار فايل بتاعي موجود في الفولدر اللي انا في الكرنت دايركتوري اللي انا فيه دلوقتي، اسمه هادوب وورد كاونت دوت جار. ماشي، فهكتب الكوماند كالاتي عشان اعمل رانينج للجار فايل ده على الهادوب. هادوب جار، واقول له اسم الجار فايل بتاعي. محتاج احدد كارجمنت كمان المكان اللي موجود فيه المين كلاس بتاعتي اللي الجار هيشتغل منها. في حالتنا هنا موجوده في هادوب باكج، والمين كلاس اسمها مين جوه الهادوب باكج. بعد كده هنقول له الانبوت هيقرا الداتا اللي هيقراها منين، وهيحط الاوتبوت بتاعه فين. انا قلت له هنا ايه في الاوتبوت دايركتوري. اللي هيحصل هنا ان لو الاوتبوت دايركتوري مش موجود هو هيعمل له كرييشن، ويبتدي يعمل فيه دامبنج للريزلتس بتاعه الهدوب على جوه الايه في فايلات جوه الدايركتوري ده. اوريدي ما فيش اي مشكله خالص، ما فيش اي ايرورز. نبتدي نعمل نافيجيشن على الهدوب نشوف الريزلتس بتاعه البروجرام بتاعي.